انا هروح لكوت ديفوار وغينيا بيساو بسرعه بسرعه، وبعد كده نلحق نخش على مصر وموزمبيق. طبعا بالتاكيد هنشوف منتخب مصر يقدر يعمل ايه قدام موزمبيق بكره. غينيا بيساو او كوت ديفوار النهارده الدوري المستطيل، وغينيا بيساو شفت المباراه ازاي؟ شفت ان هي المباراه جرت كما الناس كلها متوقعه، فوز لكوت ديفوار. الناس كلها قبل اللقاء عارفه ان كوت ديفوار هتفوز على غينيا بيساو، او ده التوقعات. طبعا اي مباراه بتبقى قايمه مش لازم التوقعات تحصل، ولكن النتيجه كانت منطقيه للفوارق في كل حاجه بين الفريقين. احصائيات اللقاء بتبرز تفوق كوت ديفوار على غينيا بيساو. هي معانا الاحصائيات، نبص هتلاقي تفوق لغينيا لكوت ديفوار، ولكن يعني دول احصائيات يا رجاله. ولكن في الاحصائيات برضو هيظهر ان كوت ديفوار الرهيبه جدا هجوميا، القويه جدا، وخط الوسط الرهيب المتنوع اللي فيه كيسي وفوفانا وسنجاري الوحيد اللي بيدافع فيهم، والاجنحه الجامده بامبا وبوجا وكل الخيارات دي. بس في مشكله حقيقيه في الاحصائيات. موجوده مظبوطه مظبوطه خلينا في الشاشه اللي هناك اهي. الاحصائيات موجوده بتظهر تفوق لكوت ديفوار في الامتلاك والفرص وكل حاجه، ولكن لو نبص برضو غينيا بيساو المنتخب القليل جدا اللي بيحقق نقطه كل بطوله كان قادر على تهديد كوت ديفوار. هنا في اللي احنا بنبص دايما على المنتخبات يا كريم المرشحه للقب، وكوت ديفوار واحد من اهم المنتخبات المرشحه للقب بما ان البطوله بتجري على ارضه. في مشكله دفاعيه في كوت ديفوار. كوت ديفوار النهارده استقبلت فرص، يعني مثلا نبص على اخر حاجه اللي هي الجول كيبر سيفز. الجون انقذ ايه؟ جول كوت ديفوار انقذ كورتين، وجون جون كوت ديفوار انقذ ثلاث كور، وجون غينيا بيساو انقذ كورتين، مع اعتبار ان جون غينيا بيساو استقبل هدفين. فمعنى كده ان في زي ما نقول اربع فرص كبار، اثنين منهم دخلوا اجواء اهداف. ولكن بص اصلا الشوتس بتاعت متساويه 10 و10 الاون تارجت اللي بين الثلاث خشبات، ثلاثه لمنتخب غينيا اربعه لكوت ديفوار. يعني تقريبا الماتش يعتبر كان متكافئ. هو مش متكافئ على مستوى امتلاك الكوره، الكوره دايما مع كوت ديفوار، هم اللي عاملين هجمات كتير. الخطوره معنى كده ان كوت ديفوار بتتعرض لخطوره حتى لو الفريق التاني ما بيملكش هجمات كتير. يعني بتروح اللي بدليل احنا شفنا انفراد في الشوط الاول، هديه من انكادا، وكان شفنا حاجات تانيه في الشوط التاني شبه انفراد. يعني في انفرادين تم تشكيلهم على كوت ديفوار من فرص ما فيش. خلينا نبص بصه برده على اللاعب اللي يهمنا شويه، جيفرسون انكادا اللي هو لاعب الدوري المصري، كان لاعب فاركو اظهر مستوى جيد على فكره، رغم ان كل هجوم كوت ديفوار عليه. يعني لو هنبص هتلاقي اتجاهات اللعب في الشوط الاول وفي الشوط في اجمال المباراه، نشوف الصوره الثانيه اللي معانا، هتلاقي اتجاهات اللعب كلها على ناحيه دي هنا المحاولات اللي بتبرز الكلام اللي احنا كنا بنقوله، محاولات غينيا بيساو موجوده، ودي طبعا محاولات كوت ديفوار. نبص بقى عشان نتكلم على جيفرسون انكادا، نبص يا كريم على اتجاهات اللعب في كوت ديفوار كانت عامله ازاي. هتلاقي الدايركشن كله ناحيه الشمال، ناحيه جيفرسون انكادا اللي بيلعب ناحيه اليمين. ده كان الشوط الاول. في الشوط الثاني كذلك في اجمالي اللقاء نفس الصوره اللي بعديها هتبرز ان كان كوت ديفوار مركزه جدا على الناحيه الشمال. ورغم كده جيفرسون انكادا ارقامه في اللقاء نفسها كانت جيده، نشوف ارقامه رغم انه للاسف كان غير محظوظ انه ظهر في كورتين الهدفين كانوا من ناحيته. ولكن جيفرسون كادا ابرز لاعب في خط دفاع غينيا بيساو، واخد تقييم 7، واعلى حاجه عندهم كان ماما بالدي اللي هو الفيرود بتاع ليون، كان 7.2 من 10. نبص برده على ارقام التوتال هتلاقي كريم كان واقف، يعني الالتحامات انا ببص دايما في 6 كرات اشتراك بينه وبين المهاجمين في كوت ديفوار، وخصوصا اللي هناك اللي بتلعب عليه زي ما قلنا بوجا وبامبا. رغم كده في 5 كرات كسبهم. هو سوء الحظ يا كريم ظهر ان في الهدفين الكره الاولى، يعني لو هنبص هتلاقي طلعت من رجله، والكره الثانيه كانت يعني هو كان بيتروغ فيها بس، ولا دي الكره الاولى هو اخطا في التمرير واتقطعت. طبعا مهاره من يوسف من سيكو فوفانا ان هو سدد، يعني مشي الصور. اجمالا انا عايز اقول ان جيفرسون انكادا رغم انه ظهر في الهدفين، ممكن الناس تشوف بقى ان الهدفين من ناحيته ان هو قدم مباراه سيئه، ولكن انا بشوف ان هو قدم مباراه جيده. نحط عنوان اللقاء كوت ديفوار شراسه هجوميه، لدرجه يعني لو عايزين دلع على الشراسه الهجوميه نقول ان هاسلر مهاجم دورتموند قاعد احتياطي رقم 3 ما لعبش، والمفرودين اللي بيلعبوا غيره، وتنوع كبير جدا هجوميا. ولكن في مشكله ان اللعيبه اللي بتروح زي يوسف سيكو فوفانا اللي هو نجم اللقاء واجبات هجوميه كبيره جدا، كيسي هجومات هجوميه كبيره جدا، محدش بيرجع وبيرد. كوت ديفوار في اللقاءات اللي هتواجه فيها فرق يا اما هتغير الاستراتيجيه، يا اما لو لعبت بهذه الاستراتيجيه
صاحب الارض مش هيبقى ليه فرص كبيره لان الدفاع ده ما وصلوش. هايل. هايل.